يعني هي كمهرجان يتحدث عن البيئة فهو طبعا شكل جديد من اشكال المهرجانات اللي موجوده متكرره على مستوى المنطقه العربيه، فهي هذا يحسب له الصراحه. بس اعتقد ان فيش افلام رايناها صراحه عجبتنا كثير، واعتقد ان السنه القادمه بتكون افلام بتزيد اكثر واكثر واكثر. يتفضل الساده اعضاء لجنه التحكيم بالتقاط الصور التذكاريه مع الفائزين. We now invite the jurors to take group photo with the winners. كرئيسة لجنة تحكيم أفلام قصيرة، قولي لي إيه البنود الأساسية اللي أنت كنت شايفاها في الأفلام اللي شفتيها واللي قدرتي تقولي من وراها الفيلم ده فعلا يستاهل؟ طبعا أول حاجة إن هو يخص يعني سلامة الأرض وبالتالي سلامة البشرية، إنها تخص البيئة وإنها تبقى بتقول المسج بشكل واضح ومفهوم لكم الناس. ليلى علوي head of the short film competition to the stage. لي انا بشوف خالد معاكي كتير في مهرجانات، ربنا يخليه لك يا رب. هل صورك مره او انتقد عمل من اعمالك مره؟ كتير بس ما تقولش لحد. ماشي. وما بنزلش غير لما باخد رايه. المخرج الاماراتي سعيد سامي. المهرجان يكون موجود، وهو لو موجود في أبو ظبي لازم يكون موجود، واحد تاني في القاهرة لازم يكون موجود. الفكرة إن هي توعية لأهل المدينة، فأهل المدينة كل ما تبقى مدينة أكبر كل ما عادة بيكون عندهم مشاكل بيئية أكتر، فالقاهرة أكيد محتاجة مهرجان لتوعية الناس لحاجات كتير جدا. لازم ان احنا نعترف لأول مهرجان عن افلام البيئة في المنطقة كلها، كويس؟ ومن المهرجانات القليلة جدا في العالم. لجان الاختيار لازم ان احنا نعذرهم بعض الشيء، لانك بتلعب على تيمة واحدة. ما انت في اختياراتك الفنية بيبقى عندك مساحات ضخمة، لكن في مهرجان زي مهرجان البيئة بتلعب في مساحة واحدة. بالإضافة هما كان في فكرة حلوة موازية لده، إن هما بيعملوا ندوات ثقافية